جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمؤمن الانعزال عن الناس وقطع الأقارب لكثرة الفتن وفساد الزمان وكثرة الغيبة في المجالس والاختلاط بالرجال غير المحارم، خاصة بالنسبة للمرأة؟ ومن هم الذين يجب على المرأة أن تزورهم إذا كانت متزوجة؟ إن مخالطة الناس فيها تفصيل. إذا كان الناس على منكرات في مجالسهم أو في أعمالهم، وكان الذي يزورهم ويجلس معهم ينكر عليهم ويبين لهم ويدعوهم إلى الله، فهذا واجب عليه، ولا يجوز له أن ينعزل ويتركهم على حالهم السيئة، وهو يقدر على توجيههم وتعليمهم ودعوتهم إلى الله. أما إذا كان لا ينكر عليهم ولا يدعوهم إلى الله ولا يتأثر بما يفعلون من المعاصي، أن يجالسهم ويأنس بهم، فهذا أمر محرم. لا يجوز للإنسان أن يخالط العصاة من غير إنكار ومن غير دعوة إلى ترك المنكرات. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والأقارب الذين تزورهم الزوجة أقاربها من جهة الأب أو من جهة الأم، لكن لا بد من رضا الزوج، لا بد من إذن الزوج في ذلك.